لبس الجنطة مثل الأميرات. يلا تعاي تعاي تعالي. تعالي مصرية. ناي لبس الجنطة ماما. عافية. يلا تعاي تعاي يلا. ليش لا؟ أسعد الله أوقاتكم يا شباب ويا بنات، شخباركم؟ عساكم بخير. شوفوا بنات، تركزوا لي على هذا المنتج العجيب اللي حقيقة صار لعندي تقريبا 3 أشهر أنا دا أستخدمه. يمكن اليوم راح أفيد البنات والشباب. كنا نعاني من مشكلة الشعر اللي بالجسم، وكنا نريد نتخلص منه بأي طريقة، سواء بالليزر، سواء بالواكس أو بالشفرة. فالطرق عديدة، ولكن اليوم جايبت لكم هذا المنتج الأمريكي اللي حصرا راح تسمعون أول شيء هذا شنو يسوي، بعدين أقول لكم هو من وين وبقية الديتيلز مالته. أول شيء شوفوا بنات، أني تعرفوني من بداية حملي إلى الآن تركت الليزر حفاظا على سلامة البيبي، وحتى ما أفوت بمشاكل أني بغنى عنها، فتركت جلسات الليزر. سويت قمت أستخدم واكس أوكي بين فترة وأخرى، إلى فلما تركت الليزر التجأت إلى الواكس بديل الليزر مثل ما ذكرت حفاظا على سلامة البيبي. هالمنتج هذا جاني تقريبا من فترة، وما حبيت أنوه ولا أروج عنه إذا مو أستخدمه، وما عندي شيء. قلت أني أوريدي يعني ما أستخدم ليزر، ولما قالوا لي إنه هذا يقلل ظهور الشعر اللي بالجسم تدريجيا، قلت فترة مناسبة جدا إلي ما دام أني فترة حمل دا أستخدم واكس لحتى يبين عندي النتائج. بس ما شاء الله نتائجه كلش كلش حلوة. طبعا هذا المنتج قبل ما أحكيكم شنو سوالي، أول شيء اسمه سالاكس، هو لوشن منتج أمريكي للتخلص من الشعر الزايد اللي موجود بالجسم، أو حتى مو زايد، إحنا أساسا ما نريد الشعر يكون موجود بالجسم. يعمل على شنو؟ على يشتغل على بصيلات الشعر تمام نفسها. أول شيء هو مو بس يخفينا الشعر، وطبعا ماكو شيء يخفي الشعر نهائيا، أكو شيء يقلل من ظهور الشعر، حتى الليزر ما رح يخفي نهائيا. هذا المنتج العجيب هو لوشن، وبنفس الوقت يعمل على إخفاء أو يقلل من ظهور الشعر، وهذا اللي لاحظته أنا خلال 3 أشهر اللي استخدمته. ما يحتوي على أي مواد كيميائية نهائيا، مكوناته كلها آمنة ومن الطبيعة. الأهم من هذا كله أنه هو مرخص من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، بالضبط مثل ما قالت ناي، وأيضا من الاتحاد الأوروبي. أهم شيء أنه إحنا عندنا رخصة من هيئة الدواء والغذاء الأمريكية والاتحاد الأوروبي. البرودكت هذا أمريكي، الحجم العلبة مالته تقريبا 300 أو 236 ملي تقريبا، يعني ما شاء الله يكفيك كل يا بنات ويا شباب. هالمرة لازم أقول شباب لأنه هذا المنتج أيضا يفيد الشباب مو بس البنات. خلال 6 أسابيع يبدي يختفي الشعر عندكم، سواء كان الشعر وبر أو خفيف أو أبيض أو شيب. تدرون شنو؟ أنه يشتغل هذا اللوشن على التفتيح والتبييض عند استخدامه بمرور الأيام. يعني أني من استخدمته مو فقط أنه هو يعتبر مرطب ولوشن للإيد أو لبقية أنحاء الجسم، لا، هو يعتبر يفتح لي أي منطقة أنا أريدها بالجسم، وبنفس الوقت يقلل ظهور الشعر بصورة غير طبيعية، يعني بصورة ملحوظة جدا. العبوة تقريبا تكفي تستخدميها 6 أسابيع لمناطق محددة من الجسم، تستخدمي لازم مرتين، تبدي نتائج عندك شو وقت بعد الأسبوع الثاني من الاستخدام، تمام؟ أما النتيجة النهائية تحتاجين 6 أسابيع إلى 8 بالضبط. وعلى فكرة أزيدكم من الشعر بيت، هذا البرودكت إذا استخدمتيه لكل مناطق الجسم ما رح يسوي عندك لا احمرار ولا رح يسوي عندك تهيج بالحساسية نهائيا. تستخدميه لكل مناطق
منطقة جسم حتى الحساسة، ويستخدم أيضا على الوجه ماكو مشكلة، ممكن تحطيه وتطلعين على بشرة بالنهار تحت أشعة الشمس ماكو إشكال، وبدون ما يسبب لك أي آثار جانبية. حلو، قلت لك ماكو احمرار، ماكو الحروق اللي مرات يعني نحصلها من الليزر بصراحة، أكو أجسام أو بشرة ما تتحمل، عرفتوا؟ بعد شنو، النساء اللي حابة تتخلص من الشعر اللي زايد بجسمها، يوفر لك الخصوصية طبعا بأن تستخدميه لكل مناطق الجسم بدون استثناء، عرفتي ليش؟ لأنه ما بيه مواد كيميائية، وآمن ومستخلص كله من الطبيعة. وأكو ملاحظة جدا مهمة وكثير تسألون عنها، هل هو آمن للحوامل؟ نعم exactly 100% آمن للحوامل، بدليل أنه أني دا استخدمه. آمن أيضا للمرضع وأيضا للرجال، يقدرون يستخدموه وبكل الأعمار ماكو أي مشكلة. بس أكو ملاحظة كلش لازم تنتبهي لها، إذا كنت تعانين من تكيس مبايض أو عندك خلل بالغدة الدرقية أو عندك خلل بالهرمونات، يحتاج اللوشن وقت أطول بهواية من الجسم السليم اللي ما بيه مشاكل لحتى يتخلص من الشعر. يعني إذا كنت تعانين من كل هذول، عالجيهم يا روحي بعدين استخدمي هذا اللوشن. أي كنصيحة من عندي. أيضا تقدرين تستخدمي بعد جلسات الليزر، بعد ما تكملين الجلسات تدهنين كل جسمك بي، ماكو أي مشكلة، راح يعطيك نتائج إكسترا. تمام، بعد شنو، متوفر بأمريكا، متوفر بأوروبا ومعظم الدول العربية. أما طريقة استخدامه يا شباب ويا بنات، بسيطة وسهلة جدا. بعد هذا الفيديو راح أراويكم شلون تستخدموه، والأهم من هذا مرتين باليوم حتى نحصل على نتائج حلوة. استخدمي مرتين باليوم، خليكي وياي بعد هذا الفيديو راح أراويك كيف تستخدمي. أي حلوة، شوفي استخدامه كلش بسيط، ما يراد له أبدا أي راحة للقاضي. إن كنتي من محبي الليزر وتحبين جلسات الليزر، أبك على هذا. بعد الجلسة أريدك تخلين على كامل الجسم بدون استثناء. ليش؟ لأنه ما بي أي مواد كيماوية ممكن تضر الجسم، من ضمنها الوجه أيضا تقدرين تحطين إلى. إن كنتي من محبي الواكس أو الشفرة يكون بعد أحسن، وإذا كنتي من محبي الواكس بعد أحسن. بعد جلسة الواكس مباشرة يعني شو تسوين؟ شوفي كلش بسيط، شو راح يطينا؟ راح يطينا قافلاني على هذا اللون، شوفوا قافلة على البنفسجي. المهم شو راح يطينا؟ راح يطينا ترطيب عميق، وراح يطينا أيضا تقليل ظهور الشعر إلى أن توصلين لست أسابيع أو 8 أسابيع. تشوفين تقولين النتيجة لا مستحيل، واو، هي من أول أسبوعين تبين عندك، بس كنتيجة نهائية تقولين خلص بعد ما رد. ومثل ما قلت لك تقدرين أيضا تستخدميه على البشرة، ماكو أي مشكلة، ما يسبب احمرار ولا حساسية ولا أي شيء. أوكي شوفوا، هو كلش 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 سائل وتحب البشرة، يعني يعتبر لوشن مرطب وبنفس الوقت يخفي لك الشعر اللي انت ما رايته. شوفي ما شاء الله العلبة تكفي كل شهواية، اعتقد تستخدمين بس هاي العلبة وخلص بعد ما تحتاجين غيرها، لانه هاي تفي بالغرض، تعطيك النتائج اللي انت ترديها واللي انت تحبيها. مثل ما ذكرت موجود بامريكا وموجود باوروبا، استخدميه. الامانة يعني من 3 أشهر تقريبا استخدمه، ما شاء الله ماكو اي اسم للشعر نهائيا. اوكي عليك بالف عافيه، قولوا لي النتائج ده حلوه وحصلتوا على شغلات فادتكم بهذا، ودزوا لي تجاربكم الحلوه يا قمر، واحكوا لي اذا استخدمتوه وشنو صار وياكم. واكرر ما يحتاج تشترين اكثر من علبه، هاي كلش كافي، تكفيك من 6 إلى 8 أسابيع تعطيك النتائج البرفكت اللي انت تحبيها وترديها. عليك بالف عافية، ومقدما تتهنين بيا قمر. هسه احط لكم اماكن المبيعات، حصلوها فقط من سنابي وانستغرامي، والف عافية عليكم يا قمر. اذا الليلة سعيدة، تصبحون على خير، وان شاء الله يا ربي ما اتهور باكر واصبغ هيجي لون بنفسجي لان كلش حابته، سحبكم اكثر اكيد.